خليني انتقل لموضوع التحكيم. كابتن معروف النهارده، وانا اتذكر في مباراه من حوالي، مباراه ايه يا شباب اللي احنا، مباراه المحله، الاهلي والمحله من شهرين، مباراه الاهلي وغزل المحله، كان مين الحكم اللي كان فيها؟ ايوه زي ما حضراتكم بتقولوا، كابتن معروف، كابتن محمد معروف. كابتن معروف في هذه المباراة الحكام على دماغنا وأصدقائنا وأصحابنا وكل حاجة، ولكن كابتن معروف في هذه المباراة ارتكب ثلاث حاجات أو ثلاث أخطاء تحكيمية كارثية أدت لخسارة النادي الأهلي في هذه المباراة. حصلت. فاكرين الماتش ده يا جماعة ولا مش فاكرينه؟ حضراتكم كجمهور النادي الأهلي فاكرين الماتش ده ولا مش فاكرينه؟ بعدها وبناء على، وانا الحقيقه من الناس اللي بتثق في كلام اليوم السابع، اليوم السابع نزلت وقالت ان النادي الاهلي قدم احتجاج في الكابتن معروف علشان مباراه، اتفرجوا على الحاجات دي لان هي دي الاخطاء اللي عملها كابتن معروف في هذه المباراه ادت لخساره النادي الاهلي وبالتالي فقده لثلاثه نقاط كانت مهمه جدا وكانت هتحطه في جزء تاني اهو. هي الحاجات اهي كتيره، هي بالمناسبه هي ثلاث اربع اخطاء كان من الممكن جدا ان النادي الاهلي يكسب هذه المباراه، اعتقد كان طرد وركله جزاء وكذا حاجه في بعض، نفس اللعبه بالظبط، ادى فيها هنا انذار وهناك ما اداش اي حاجه، وهناك كان الانذار الثاني في المحله. فجماعه ما احنا عندنا 21 حكم عندنا اهو، والكره لعبت وكملت وكل حاجه. كمل كمل يا برجاوي، كمل بقيه الاخطاء. فانا الحقيقه بستغرب جدا اهو، ركله جزاء صحيحه 100% لم يتم احتسابها من النادي الاهلي للنادي، لصالح النادي الاهلي اهو، شفتوا رجله في رجله اهو، ركله جزاء صحيحه. مش انا اللي قلت برضو يا جماعه بالمناسبه، عشان برضو تبقوا حضراتكم عارفين، مش انا اللي بقول، ولكن كل خبراء التحكيم قالوا ان الكره دي يجب ان يكون فيها انذار تاني وطرد، المفروض دي برضو كرة كانت تتلعب لكن اتحسبت فاول وكان المفروض يبقى فيها طرد، ما حصلش. وبالتالي انا كابتن معروف واحد من الحكام الجيدين جدا وكل حاجة، ولكن بيبقى يمكن مضغوط شوية في مباريات الاهلي او حاجة. النهاردة برضو الكرة بتاعت مروان اللي بدماغه، ما هي ممكن هي مش ممكن، هي 90% ركلة جزاء، 90% ركلة جزاء برضو، او 100% بقى، مش هقول 90% ركلة جزاء. فالحقيقة مثل هذه الأخطاء في مثل هذا التوقيت هي أمور صعبة جدا جدا جدا، وبالتالي أنا عندي 20-21 حكم دولي أقدر أختار منهم أي حد يلعب مباريات النادي الأهلي. بالمناسبة أنا مش عايز حاجة، أنا عايز تحقيق العدالة لكل الفرق، تحقيق العدالة لكل الفرق، مش عايز حاجة تانية زي اللي هيحصل الفترة اللي جاية. وده موضوع غريب جدا بالنسبة لي الحقيقة، لأنه وانا هتكلم فيه بالتوقيتات، والنادي الاهلي هيلعب امتى خلال الفتره اللي جايه؟ ورينا اتفضلوا. ده في مباراه اليوم السابع في جريده اليوم السابع، اتحاد الكره يبعد الحكم محمد معروف عن مباريات الاهلي لنهايه الموسم بتاريخ 7 مايو 21 في بعد مباراه الاهلي والمحله بناء على شكوى قدمها النادي الاهلي. فاحنا بنوري حضراتكم دايما علشان تبقوا بس حضراتكم عارفين ان هل هناك اتجاه، هل هناك اتجاه لفريق معين ان هو انتوا الاهلي خد افريقيا وخد كذا وخد كذا وخد كذا، فانت عايز تسهل مهمه فرق اخرى علشان تاخد الدوري مثلا او تاخد الكاس. يا جماعه النادي الاهلي لو لا قدر الله حصل حاجه زي دي هتبقى عنده مشكله كبيره جدا، ان احنا ما بنحبش نخسر،